قال لي بعت وراك لعبر لك عن تقديري ومحبتي ولشوف شو فينا نعمل سوا، نتعاون لنقدر نساعد بلبنان اليوم. قلت له أنا بقدر حط صوتي بين إيديك ونعمل كونسرات برعاية وزارة الثقافة الفرنسية لنقدر نجمع اللي لازم لأهالي الضحايا واللي راحت بيوتهم. وأنا إذا ما عملت شي بعمري كله، باقي عمري كله، غير إني ساعد هالناس، بكفيني شرف إني أوقف لبلادي. هيدا اللي حكيته وشكرته على كل اللي عمله للبنان، وقلت له تأثرت كتير بزيارتك مبارح للسيدة فيروز. أنت مبارح لمست فيها روح لبنان الباقي فينا، لبنان الحلو، لبنان المنفي اللي منحبه. وحسيته وقت اللي حكيت عن فيروز كان متأثر، شفت بعيونه دموع مبارح. هو اللي طلب من السفير يحكيني، والسفير حكاني وقال لي الرئيس ناطرك عشية، وغمرني. هالغمرة كانت غمرة لشعب لبنان كله، هيك حسيت عم بقول عبري إنه راح تكونوا بخير، ما تخافوا.